اهلا ومرحبا بكم وحلقه افضل لاعب للجامعات وبرنامج العباقره. حسن عروس، بقالك قد ايه في استوديو العباقره؟ حوالي 4 سنين. على مدار ال4 سنين الحق اتقال، ما شفناش منك غير كل خير. عشان كده حسن عروس كاس الاديب الراحل عبد التواب يوسف للطالب المثالي حسن عروس. بقول للاستاذ سامي يوسف شكرا بجد ان هو هداني الكاس طالب المثالي اللي هو اقرب كاس لقلبه. فانا كنت داخل الماتش هدفي على الكاس بتاع افضل لاعب، بس لما لقيت استاذ سامي بيقول لي انك طالب المثالي بصراحه فرحت واخدت حماس اكتر ان انا اخد الكاس بتاع افضل طالب وابقى اول من جامعته من الكاسين، افضل طالب والطالب المثالي. كالعاده حلقه افضل لاعب بتبقى حلقه صعبه وقويه، منافسه قويه ما بين افضل 8 في الموسم، فالمنافسه هتفضل مستمره الى اخر سؤال. 303 افضل لاعب في الموسم، افضل لاعب في الموسم حسن عروس، حققت المفاجأة. فرحان جدا اكيد ان المجهود اللي انا بذلته الشهور اللي فاتت لقيت مردوده الحمد لله. انا تعبت عشان اوصل اللي انا فيه النهارده، يعني مش ما جاش بسهوله او بالصدفه، يعني الموضوع ده جاي بعد شقه وتعب كتير الحمد لله. أحب أشكر برنامج العباقرة عشان قبلي كنت حاجة وبعدي كنت حاجة، فرق معايا في الستريس إن أنا أقدر أتحكم في المواقف، بعرف معلومات أكتر، توسعت ثقافياً أكتر، فالموضوع فادني جداً في حياتي وفي الدراسة كمان. أول لاعب في تاريخ عباقرة الجامعات يجمع ما بين الكاسين، واضح يا حسن إن أنت عملت مجهود كبير بجد. الحمد لله. علشان تتكافئ مكافأة كبيرة زي دي. الحمد لله. يا فرحة مدرسة فيكتوريا كوليدج، ويا فخر جامعة اسكندرية، ويا فخر محافظة اسكندرية. الحمد لله. حسن عروس ألف مبروك اللقبين، ألف مبروك.